تتشابه أجواء رمضان في المدن العراقية، لكنها تغيرت في السنوات الأخيرة بسبب الأوضاع التي تمر بها المدن من سوء خدمات ووضع أمني متدهور. ففي مدينة الكوت مركز محافظة واسط هناك أجواء رمضانية يفتقدها السكان. كاميرا برنامج مع الناس تجولت في الكوت ونقلت آراء الناس حول أجواء رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى أجواء رمضان، إحنا اللي نتذكرها قبل بالسبعينات وبالثمانينات وبالتسعينات أجواء حلوة وطيبة، وكنا نشوف كل الخير برمضان، الناس أصحاب غيرة والناس تواصل بعضها. قبل كانت الناس على فطاريتها وكلها ناس طيبة، فتشوفها الناس برمضان كلها تجتمع بالأماكن الزينة والناس تواصل، الناس الأقارب تواصل أقاربها، لا يخلون عداوات بيناتهم، لا يخلون بغضاء، لا يخلون شغلات مزينة، كلها بشهر رمضان كلها تصفى. وكنا نتذكر عليها قبل بأيام شهر رمضان بالليل وقت السحور، وقت الفطور طبعا اول مره نشوف الناس كلها، يعني اللي يسوي وقت السحور وقت الفطور اللي عنده اكيل يودي لجاره لصديقه، ماكو كانت عوائل فقيره وعوائل ما عندها وعوائل جوعانه. بايام رمضان الكل تشبع من خيرات الله، وإن شاء الله يبقى رمضان خير وسعادة وفرح، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يعيد الأمين والأمان على بلدنا وعلى أهلنا وعلى ناسنا الطيبين، وإن شاء الله بجاه رمضان هذا يكون فاتحة خير على أمة محمد وعلى جميع المسلمين بجاه الله وأهل بيته إن شاء الله. السلام عليكم، رمضان كريم عليكم على العراقيين ان شاء الله جميعا. عندنا اهل الكوت يعني يفضلون اكثر الاكلات، يعني الاكلات الطيبه دولمه، هذا اكلهم يعني دولمه، يعني برياني هاي الاكلات، ورا يعني ورا الاكلات نقول احنا الحلاوه، ياكلون حلاوه بقلاوه سلابي هاي السوالف زين. عندنا هنا مسابقات رمضانيه يجون من جميع المحافظات، تقول هنا فلكة تموز، عندنا فلكة تموز مشهورة بالمحابس، يعني يجونا يعني احنا بأيام قبل يعني والدي يسولف، يعني هنا كان أتذكر والدي من زمان هنا يقعد بهاي الفلكة زين، وحنا ناخذ تقاليدهم محابس هنا يجون، يعني محابس بيناتنا جماعتنا احنا يجون محافظة النعمانية، تجي يجون من العزيزية من الصويرة من بغداد، يجون هنا جروب، يعني جروب نسوي مسابقات وماشي خير من الله، ويكون أمين إن شاء الله بجال هاي الشباب الطيب هذا الجيل، وإن شاء الله الله يحفظ العراق إن شاء الله. آمين يا رب. أنتم كشباب حاليا وين تقضون الأوقات؟ كأنما خلص الإفطار، وين تقضون الوقت؟ نقضي الوقت يعني أكثر وقت وراء رمضان، من نطلع من رمضان يعني نفطر ونطلع، نطلع هنا في الكتموز، أكثر شيء في الكتموز نقعد هنا زين، يعني دليل عندنا في الكتموز هنا نلتقي جماعتنا، اكثر جماعتنا هنا نلتقي في الكتموز، يعني نلعب حيبس قلت لك، يعني دومنا نلتقي بكوفيات، يعني قد كوفيات هنا وحياه يعني حلوه مرتبه ان شاء الله بجال الكوت، وان شاء الله خير. قبل الافطار احنا يعني الناس تتوجه للجامع، مثلا عندنا هنا جامع ابو تراب، زينيه السلام،
جامع الشرقية، جامع الكوت الكبير، يتوجهوا لها الناس قبل الإفطار، يصلون يقرون قرآن، ورا الإفطار يفطرون، اللي يسير على قاربه، اللي يسير يعني على أصدقائه، اللي يجي يقعد بالمقهى بالكوفي، اللي يحب عندنا هنا بالفل كمال تموز مسابقة رمضانية محيبس ومسيات رمضانية، جوامع سو يعني ومسيات قرآنية أدعية، وإن شاء الله رمضان محبة علينا وعلى أمة محمد. قبل ديك السنين السبعينات حلوة، كلش حلوة، العالم السير ورا الفطور شيء على شيء، وقبل الفطور دز جيران شيء دز شيء المواد الغذائية يعني فطور، فحلوة يعني لمتنا حلوة، كنا احنا حوالي كنا بالبيت 12 نفر. والله انا مواليد 61، بيتنا بالسلام، كان رمضان كلش حلو يعني، العالم بخير يعني، وهسه هم الأمور شوية شوية ما تظل هيجي، أزي شي نجي للقهوة شوية، واحد يتعلل للوحدة في الكتموز شوية آمن، ونهتم بيناتنا أهل المنطقة سوالي ودومنا على البرنامج الشهر الكامل مال رمضان. والله الصير هي هم الصير بالكوت مال محيبس، الصير تصير مسابقات بالحيدرية الشرقية، زي الشي يروحون العالم الشباب تلتم مال محيبس في الكتموز، هم دائما بيها تصير بطولات أقضية ونواحي، هم تروح العالم شي تسير على شي. بالنسبة لرمضان القديم والحديث ماكو فرق قليل، بس قبل مثلا برمضان يصير وقت الفطور، الصواني تنقل من بيت لبيت، العلاقات الاجتماعية، السهرات، شغلة المحابس، المقاهي الرمضانية، ماكو يعني فرق بين قبل وحديثا. أما الأكلات فكل معتاد، وهالفطور هذا الموجود شي صحة صينية الفطور المباركة، السفرة المباركة، الدولمة، التشريب، هالبقوليات مثل وراها الحلويات، الإزلابية، هالبقلاوة، الحمد لله والشكر كل مرة. رمضان في هذه الأيام والله بعد الأفطار أكثر العالم تطلع المتجهات للمقاهي، هل عندها أقارب، صلة الرحم موجودة إن شاء الله بين العراقيين، هو الحمد لله والشكر يعني إن شاء الله صحة وسلامة للجميع. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، مناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعادوا علينا باليمن والبركات، ونسأل الباري عز وجل أن يعيده على العراق والعراقيين بالخير والبركة، وأن يعم السلام على كل الوطن العربي والعراق خاصة، ونأمل في هذا شهر رمضان المبارك وهذه السنة بالتحديد اللي زامنت مع الانتخابات التشريعية من تشكيل حكومة قادرة على محاربة الفساد والرفاهية للمجتمع العراقي بصورة خاصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من هذه المحنة اللي مر بها الشعب العراقي اللي هي محنة الطائفية وداعش، ويتوحدون البرلمانيين بتشكيل حكومة قوية قادرة على يعني تلبي كافة الطموحات واحتياجات هذا الشعب العراقي. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير،
الشعب العراقي بخير والأمة الإسلامية بألف خير. نتمنى من هذا الشهر الفضيل أن يعم السلام والأمان على مدينتنا بالأخص وعلى بلدنا. نبارك للشعب العراقي والأمة الإسلامية، ونتمنى أنه يكون رمضان مبارك على الجميع، وأن يعم السلام والأمان على هذه المدينة وعلى هذا البلد. الأجواء الرمضانية في مدينة الكويت جميلة جداً، كنا سابقاً نعيش فيها أيام جميلة ونستذكر الأهالي كيف أنه تجلس بالطرقات، وأنه كيف يكون تتجاور بما بينها وتتساعد فيما بينها، ويكون عامل السلام هو الطاغي واللي يعم بين أفراد الأسر الواحدة. أجواء جميلة جداً وجيدة، ونتمنى أنه تستمر، وإن شاء الله نتمنى للشعب العراقي أن يكون يكمل مسيرة السلام والأمان اللي تعم المدينة، وأن يكون التعايش جميل بيناتهم، وأن تنتهي عملية التفرقة والتمايز ما بين الطبقات، وأن يكون أمة واحدة ويد واحدة. شلون تكون أجواء رمضان هاي الأوقات وين تقضوها بعد الإفطار؟ الأجواء الرمضانية أجواء جميلة جدا، تشعر الإنسان بأنه يخرج من قوقعة البيت ويخرج من كثير من الأمور، ويتجاور مع أصدقائه، يسافر، يخرج في سبيل أنه يحس بأنه هذا الجو جميل جدا، ويساعد على أنه ينشر ثقافة التسامح، ينشر ثقافة السلام، الأمان. هذه الأمور كلها دائما تكون في شهر رمضان تكون جميلة جدا، وتشعرك بأنه هذه الأجواء جدا جميلة ونادرة تأتي بالسنة مرة واحدة، فالإنسان يستغلها في سبيل أنه يكون ثقافات متعددة، اختلاط متعدد، تكوين علاقات جميلة مع الآخرين، لأن هذا الشهر هو مبارك، والله سبحانه وتعالى من على المسلمين أنه هذا الشهر شهر بركة وصلوات وشهر طاعة وتسامع، والله سبحانه وتعالى يغفر لنا بهذا الشهر الجميل وشهر الفضيل. السلام عليكم، رمضان كريم عليكم وعلينا وعلى جميع المسلمين. بالنسبة لشهر رمضان، شهر رمضان انتاني لحظة من أول يوم لآخر يوم، والأكلات عندنا مفضلة في شهر رمضان هي البانية، التشريب، الدولمة، الكبة، هذين الأكلات والمشويات، كباب ما كباب. أغلب أهل الكويت يأكلون هاي الأكلات. بعد ما يصير الفطور يطلعون متنزهات، يأخذ العائلة وياه للمدينة والمتنزه، يغيرون جو، أجواء هاي بالليل من 8 للعشرة لـ11 ونرجع للبيت. دائما تطلع أنت والعائلة؟ لا، برمضان مو، أتجاهل الأطفال أطلعهم وياي، دائما أطلعهم وياي. أطلعهم دائما، بس مرات بالله للمدينة المتنزه نروح، المناطق هذول العمل يقعد بها العالم. شلون تشوف أجواء رمضان سابقا؟ ايش تتذكر؟ رمضان سابقا بالقديم كنا نطلع يعني ناس على ناس، تروح عائلة على عائلة، نروح نسير عليهم، نشوفهم، نسلم عليهم، ناخذ أمورهم زينة. هاي رمضان كلش. والله مو مثل قبل، بس هسه زين يعني، هم بس مو مثل قبل. قبل كنا بيت على بيت نطب، هسه لا، قبل نطلع لك ناخذ عائلته ويطلع برا يروح، ما نمر على البيوت هسه كله. رمضان كريم على الجميع، وعلى وبالأخص محافظة واسط الكريمة على ناس الطيبة. طبعا في قبل زمن يعني أكثر من هاي السنوات القديمة كانت رمضان جميلة حلوة في واسط، الناس تطلع المكان أكو كانت حدائق وهذه، تطلع تتنزه في وقت الاستراحة. الآن هم نشاهد واسط جميلة ناسة بعد أكثر، لأن توسعت وتطورت بعد أكثر، فصار الجمال بعد أكثر في شهر رمضان. ونشوف العالم هسه خرجت العوائل الكريمة، وطبعا في رمضان أكيد الناس كلها تعرف منها البقلاوة والزلابية والحلويات والها، فأجواء حلوة برمضان. ونتمنى يعم الخير على العراق، على الناس، على الكل، يعم الخير
أجمعين على كل أمة محمد وبالأخص العراق، لأن العراق شعب طيب وجميل ونفسيته طيبة، كل النواحي نفسيته طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. عمي قبل رمضان احنا رمضان تفرق على هذا رمضان، احنا كنا بعقد العلوة منطقة سيد حسين قاعدين سوا نقعد ناكل سوا نشرب سوا احنا وعائلة وحدة، نطلع نطوب، هاي كانت عشات دوب، كان الله يرحمه الشيخ هادي، الشيخ هادي الله يرحمه، نطلع نروح على الجامع نقعد احنا جهال نقعد ويعلمنا قرآن، يعلمنا ثقافة، نعلمنا كل شيء، يعلمنا هيك شيء قبل، واحنا من نروح اكو دوب تجي التمر، روحنا وهذا ينقلون الحلانة مال التمر قبل العلوة، يجون العرمان عندهم بعران ما بعران يبيعون حنطة وشعير ودنيا، قبل الله يرحمهم راحوا كلهم ماتوا سنة هاي بال 58، انا راح احكي لك اياها 58، انا والد ما والدي مات ب 58 بالعلوة، احنا رمضان يفرق على هيش رمضان، عم بيتنا احنا نلعب حابس، روح للنعمانية، روح للحاي، روح لبغداد، روح لنا قهوة عويد موجودة الله يرحمه، هسه بعدها هو مات الله يرحمه عويد، احنا وعقد واحد شغلة واحدة منطقة واحدة، شو اقول لك شو اسولف لك شو اسولف لك، الاكل خير من الله، القرصة خبز بيناتنا شقوها قرصة خبز معون صينية، البيت نروح على ندق البيت دقة يا بعدكم تفضلوا عمي يجيبونا واحنا نودي لهم واحنا هم يجيبونا ناكل سوا، كنا منطقة واحدة. هسه شو اجواء رمضان؟ هسه اجواء رمضان مو حلوة، راحت ويا اهلها راحت، هسه احنا ها شوف هسه المنطقة من هسه لا تروح على بيت واحد ما يقول لك انت شو اكلت شربت شغال، هاي كل واحد سات بيته، هسه وين منطقة واحدة، احنا قبيل قبل خير من الله. هسه احنا امنيتنا ان شاء الله نريد الشعب خير من الله، احنا نريد امان، اهم شيء الامان، الامان عد البلد بيدنا، امان الامان حلو والله، غير الامان مو حلو، امان اهم شيء الامان، امان وستر. كان رمضان في السابق رغم بساطته وكان كل شيء فيه بسيط، إلا أنه كانت الناس لديها عادات وتقاليد وأعراف ملتزمة بها، أما اليوم فالوضع بدأ يتطور والبشرية تتطور وكل شيء يتطور، لذلك الناس تخرج إلى الساحات وتخرج إلى المنتزهات، لذلك محافظة واسط بالذات محتاجة من السياسيين أن ينظروا لها بنظرة لكي يعملوا على تطوير المحافظة من أمور ترفيهية للشعب وللمواطنين، لأنه الناس بحاجة ملحة إلى هكذا مرافق سياحية في هذا الشهر الكريم. رمضان قبل كان مو مثل هسه، الولاية كانت صغيرة وأغلب أهل الولاية أما أقرباء أو واحد يعرف الله، يعني مثلا هاي النافورة ما أعتقد أبو المشروع يقدر يوصل لي جاي، هاي خاصة بأهل دار السلام مثلا أهل التموز يجون، كان هنا هاي النافورة قديمة، هاي قديمة النافورة، فإحنا كنا نروح على الشط، كانت أكو سينمات أكو منتزهات اللي هسه هو الجراج، هذا الجراج ذات الطوابق كان منتزه كبير، حديقة المصرف هم كان منتزه كبير، هذا نروح احنا بالليل، حتى بالليل كانوا يسوون احتفالات
والناس هاي الخيرة الكبار اللي هسه مثلا بقد عمري تروح للجوامع، فكان مثلا جامع رشيد ابو الهوى، كان جامع حجي عبود، جامع الشبير، بالمشروع عندنا جامع حج رضا، كان هذني جوامع الناس الكبار الخير تروح له. اما احنا الشباب فاكثر شيء كنا نروح نلتقي على الشط، واكثر شيء هم بالقهاوي، كانت مثلا على الشط قهوه جبار الاقرع، قهوه ابو جواد، كاظم علي، نلعب دومنا، نطب سينمات، هذه اكثر شيء. واكثر شيء كان محابس، صح كان موجود المحابس وبكثره. واتذكر يعني مثلا ابن صبري كان يلعب محابس، عندي خالي علي بن حمزه غويلي كان يلعب محابس، كانوا هوايه، زهير صبري كان لاعب، يعني يجون من بغداد، يجون من كربلاء، يجون من الحله، فصير لعبات كانت عشط. هاي الامور والعادات تغيرت من الوقت الحاضر؟ اي اكثرها تغيرت. تغيرت لانه الناس كثرت، فالناس هسه تدور راحتها. قبل لا، قبل المجتمع ملتم، يعني احنا هسه شوف ثلاثتنا، اذا ما اقول لك احنا صار لنا 50 سنه اصدقاء، 50 سنه اصدقاء، والله الا انا اخذ امانته، وبعد ويانا جبار، ونروح نقعد يوم قهوه علاوي بالساحه العامل. فهسه الناس لا، طلاب يقعدون طلاب، جيران منطقه مثلا، هذه احنا كنا يعني هسه مثلا كريم كان الرجال بالعباسيه، ابو منتظر كان بالكراد، بعقد الكراد، انا بالمشروع، وراهم هاي يوميه اشوفهم ازيد من اهلي. هسه المجتمع مثل تفكك، يعني الصداقه على قد اللي يعني المصلحه، انا اشوفه هيك يعني اشوفه على قد المصلحه. شنو امنيتك برمضان هذا؟ والله امنيتي يعني عم السلام الخير، انه هاي الحكومه شوي تجينا جديده تشكل تخدم هاي الناس، يعني هاي الطلاب هاي تعينهم احسن ما بالشارع رايحين، يعني خدمات هسه هي زينه. والله هي الولايه صغيره هسه، هي كل ما هسه انا عندي شغله واحده هسه، البلديه هاي اللي ماخذه نص الهوره، هات تروح بهذا الشارع هسه يطلع على ساحة العامل، وشارع الكورنيش كن نقرا هالقد، يعني معقول هسه البلديه اثنين عمال وشويه اسفلت وتفنن، مع هاي البلديه ايش قدها؟ ما عندهم يعني خدمات. نريد هي الناس شو تريد؟ نريد خدمات، وهاي الشباب اللي قاعد تعين. بالنسبه لرمضان سابقا كان يتمثل بالطيبة والأواصر المحبة بين المنطقة، وتبدي أيام رمضان كل بيت يودي للبيت الثاني أكلات شعبية صينية، قد يكون بها شوربة دولمة مثلا مسوين، يصير تبادل. يعني احنا نجيب صينيه البيت اهل نصيف، نجيب لهم مثل دولمه، هم يجيبون لنا تمن وبانيه مثلا، زلابي وبقلاوه. فذني تمثل اواصر التقارب والمحبه والطيبه والالفه، ذني بالستينات وصعودا بالكوت، ستينات على السبعينات الثمانينات ذني موجوده، ذني من بعدها صار نزوح على المحافظة على المدينة، صار تدخلات هواي، العيشة الحياة الاقتصادية تغيرت، الكثافة السكانية كثرت، طبينا بحروب، طبينا بشغلات مشاكل، فذني هالعوامل أثرت تأثير كلي على العلاقات الاجتماعية. العلاقات الاجتماعية كانت الأساس عندنا بالمدينة، بالأخص مركز المدينة، مركز الكود، كانت علاقاتنا علاقات أكثر من أخ، يعني مثل ما ذكر أخويا نصيف كنا نشاف أكثر مما نشوف خواننا. بس هسه الحالة الاقتصادية والحالة المعيشية والوضع العام يعني جبرنا
نتحلحل يعني بالإجبار بالإجبار. وبالنسبة للأكلات بالنسبة هي كانت الدولمة الباكة الأكلات المشهورة دولمة باكة البانية الزاوية بقلاوة ذني شعث عندك التمر بأنواعه. هاي الأكلات بعد متمسكين بها بعض العوائل متمسكة وبعض العوائل تعرف صاحبة الدخل العالي قام تدور على البرة تروح تفطر برة تفطر بمطعم تفطر بكافتيريا تفطر ببغداد. العوائل المتيسرة اللي عندها مدخول الاقتصاد مدخول المالي موجودين بس ينعدون، بس احنا كعوائل متوسطة وفقيرة باقين على طرازنا. تلتم العائلة كلها على الصينية الموجودة اللي متوفر بيها هذا ما قاسمه الله من تمر لبن تمن مرق مثلا مرقة بانية والمفضلة كانت البانية. بعض العوائل تسوي عروق لحم، بعض العوائل تسوي مثلا بشويات. هذني ضمن نطاق العائلة اللي هذا ظل عندنا ولا زال وحتى معلمين أجيالنا على هذا السياق، لأن إحنا صاحبين عادات وتقاليد، لأن إحنا تربينا على شيء قديم فما نقدر إحنا نخالف، واللي يجي هم نعلمه فعلمناه على السياق هذا. يعني قبل أجواء كانت جيدة، أجواء جميلة رمضانية نستذكرها، العادات التقاليد القديمة أبو طبيلة المسحرشي وغيرها من التقاليد، هن تقاليدنا اللي يعني وقت الفطور ناس تذكر ناس، ناس تدز أكل إلى ناس أخرى. يعني أذكر قبل كانت يعني مثلا ما مرة بالليل ما ندق بابنا وقت الفطور، قبل كنا نسحر تبقى الناس قاعدة إلى وجه الفجر، مو مثل هسه يعني اختلفت الأمور، اختلفت الناس، تقاليد اختلفت، يعني هواي أمور تغيرت. يعني إذا أقول لك 70% من الأمور القديمة تغيرت، الناس انشغلت بالحياة المعيشية الصعبة بالظروف المعيشية الصعبة فتغيرت هواي أمور. يعني ماكو شيء ظل على حاله، ماكو يعني مثل القديمة، لا لا الناس هي الناس ولا هواي أمور تغيرت. يعني هواي أمور تغيرت، إيش ما أسولف لك، يعني هواي أمور تغيرت. مو مثل قبل رمضان هسه، يعني مو مثل رمضان قبل، يعني قبل في زمان يعني احكي لك مثلا خلينا نقول بالتسعينات بالثمانينات افضل بهواي، افضل بكثير، يعني خلينا نقول 90% افضل. قبل كانت يعني الناس تختلف، اجواء رمضانيه تختلف، تحس اكو فرد لذه برمضان، اكو فرد نكهه معينه برمضان افتقدناها بالوقت الحاضر. يعني قبل مثلا من كنت تسمع مثلا فرد الاذان مو مثل هسه ما تسمعه، او يعني امور هواي تغيرت. ما تحس بأوجه الناس، ما تحس بالسوق. قبل كان رمضان إلى معالم خاصة بوجه الناس بالأجواء، من تطلع للسوق تحس أكو رمضان، هسه ما تحس أكو رمضان. يعني خلني أقول لك مجرد أنه رمضان صيام وفقط، قبل لا، إلى طقوس خاصة الناس تحضر له قبل أيام معينة، قبل يعني قبل شهر الناس تحضر رمضان، هسه لا ماكو. هسه قبل رمضان يعني قبل يومين يلا الناس تبدا تحضر الاكلات، كنا نفتقدها قبل، كانت اكلات معينه تصير برمضان، هسه ماكو اكلات برمضان. يعني اذكر قبل كان يعني مثلا على سبيل المثال قبل كان معون الزلابي هذا فتشي راقب البيت، هسه نعم هسه بكثره بس ما له طعم، شنو السبب ما تعرفه. يعني هواي اكو امور معينه افتقدناها. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم على الأمة الإسلامية على الشعب العراقي. رمضان كريم بالسبعينات أفضل من هسه، احترام العائلة، احترام البيت، احترام الناس. من كنا نطلع قبل محبس نلعب احترام، نروح البغداد نروح الكربلاء، هسه ماكو، هسه تغيرت كل شيء. هذا الجيل تغير على جيلنا، جيلنا قبل أفضل، قبل أفضل. من نروح للجوامع
نحترم المنبر السيد من يقرأ نحترمه، هسه ماكو، لو يحكي للصبح ما يفيد. تغيرت العالم، هذا الشباب تغير الوضع، احترام ماكو. قبل المعلم من نشوفه نشرد، هسه ماكو معلم وطالب يقعد بالقهوة، ماكو قبل. أبرز الأشياء الجميلة برمضان أيام الثمانيات المحابس، لعبة المحابس، والجوامع. من كان يقرأ جامع حجي عبود، شيخ موسى الله يذكره بالخير، جامع حجي عبود، من كان يقرأ شيخ موسى هذا السوق كله المسقف محاضرة، كله نقعد يم، احنا جهال ما نقعد يم الكبير، نستحي نروح لي قاد نقعد. حتى الشيخ موسى تغير، ما هو راح لبنان الله يذكره بالخير، حتى تغيرت ماكو ساعة، لو يأتي للصبح. هذا جامع ابو التراب، جامع ابو الفضل العباس ماكو، لو جامع ابو التراب، لو جامع الكوت، بس هذا المين. زين ابو الطبيل تتذكره بالسبعينات الثمانينات شنو كان؟ دنيا حلوة. طبيلة. ابو الطبول تنكة وشعب مال باكر يدق هيجي، احنا نطلع الدق طا 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 الدق تطي درهم. شنو الادوات اللي يستخدمها؟ الادوات بوقي وتنكة مال الدهن مال الراعي، يسموه قبل الراعي، ويدق هذا الشعب نسميه مال الباكر. شلون المسدس نلعب بيه احنا قبل؟ هاي كانت الدنيا حلوه، حلو وقت حلو بسيط، فقره ماكو تمن ومرق، مثرومه نسوي، اماتنا تسوي مثرومه خبز ودهن شوي نقلي. هذا كانت هاي بالسبعينات بمحلة سيد حسين منطقة حق الكراد، أقدم المناطق احنا سيد حسين، أقدم منطقة، أقدم من الشرقية والجنوبية. هاي كانت، وبس واحد بالبقلاوة يبيع محمد قنيط. هاي كانت واحد. أنا مواليد 61. ايش تتذكر على الستينات من ولدك ولحد الآن؟ ويا والدك وين كان ياكلك؟ أبويا كان وزاني يوزن، ويا بيت عزيز العاتي، كل أربع أشهر يجينا مرة واحدة للبيت يومين ويرجع للعرب. بنشوفه بس يجي يمنا يومين وراح. هاي. ذلك الزمان يعني ايام شبابك. نعم. شو تطلع ويا ابو طويله؟ اطلع ويا ابو طويله، بس ما افتر وياه، اخافه، لان انا جال طفل استحي، لان هو يفتر بالليل يضربني راجدي، ثاني يوم بعد ما اطلع وياه، مو هسه جال قام هسه وقت تغير. تغير. شنو امنيتك بهذا رمضان؟ رمضان ان شاء الله يكون الله يثنينا من الداعش، وهاي الشباب تتثقف تصير، وهاي النرجيلة دمرت العالم. النرجيلة شوف ثلاثة أربع شباب نربوا صار عندهم من النرجيلة، مو صحيح؟ شوف حلوة الدنيا قبل، حلو. شلون يكون هسه؟ تغيرت، اجوا طبوا للمدينة ما تعرفهم. احنا ولد ولاية هسه من نريد نقعد اعرفك، اعرف اهلك، اعرف ابوك، عمامك، خوالك، هسه من يقعد يمي ما اعرفهم، اقومن ما اعرفهم. الدنيا تغيرت، كلها تغيرت، دنيا حلوة، كوت حلوة، اهلها هسا. وبعد يقول لك ابن ولاية، انت ابن ولاية ما اقدر اعوفك، هسا من يجي واحد منها ما يقول لك انت مين، ما يعرفك. طبعا نتذكر ايام اجواء رمضان، كان الوالد الله يرحمه يفطر بينا ويودينا على الجيران، وايضا نتذكر لعبات المحابس والبقلاوه والزلابيه، وهاي الاجواء ما حاليا مفقوده في الوقت الحاضر. كانت اجواء يعني ممكن يعني الشباب يكون للصبح على لعب المحابس، اللي ما يلعب يتفرج، الاكلات الحلوه، نروح يعني على السد مال الكوت، ايضا نجي لمنطقه المشروع، لمنطقه الشرقيه، نشاهد مباريات المحابس والاكلات الحلوه، البقلاوه والزلابيه، هاي كلها موجوده. الاجواء الان في الوقت الحاضر انفقدت، يعني منطقتنا العزله طبعا هي من اقدم المناطق بالمحافظه، العزه والشرقيه يعني، فهاي المباريات يعني اكثر شيء، هاي الالعاب والاجواء موجوده بالمناطق القديمه بالمحافظه. شو نشوف اجواء رمضان بالوقت الحاضر؟ والله اجواء رمضان في الوقت الحاضر يعني هي في الحدائق، يعني اكثر شيء الشباب يعني موجوده في الحدائق، لعبات محابس مفقوده تقريبا يعني، قليله، قليله، والناس تتزاور يعني الاقارب بيناتها كذا يعني، هالامور هاي يعني، ولكن مو مثل قبل. العادات والتقاليد برمضان تغيرت لو بعد فيه؟
قليلة جدا العادات والتقاليد، العادات قليلة جدا، يعني مو مثل السابق، يعني السابق مثلا أنت كنت تودي جيرانك أكل، يعني جيرانك يجيب لك، تتزاورون فيما بيناتكم، يعني هاي تقريبا هسه شبه انفقدت. يعني أكثر شيء شنو سببها؟ طبعا أنه أما يبقى يعني على الإنترنت وهذا وممكن يكون مدري شنو من الوضع هذا، حدائق قليلة أيضا هم، يعني هسه احنا مثلا بالنافورة 14 تموز يعني ما عندنا تقريبا منتزه يعني عوائل، فقليلة هاي الأجواء يعني قلت مو مثل قبل سابقا. يعني شنو أمنيتك برمضان هذا؟ والله أمنيتي صراحة أنه العراق يرجع مثل ما كان عليه، يعني والألفة والاحترام والتعاون يعني هاي يكون يعني الأجواء السيد يعني بينات أبناء شعبنا، وشعبنا هو معروف يعني بأخلاقه بطيبته بكل شيء هو جيد يعني، وكل حتى البلدان المجاورة يعني شان تتمنى أن توصل لنا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، رمضان مبارك على أمة محمد. وإحنا بالنسبة وقت رمضان السحر نقعد الصبح على مسألة عملنا على جوانا، ماكو اختلاف بيه. ايه والمواصل موجود، الجوامع اللي احنا مثل ما يقول نصلي بها كذا هم موجوده بها الافطار، مثل جامع ابو تراب، جامع الزهراء الكبير، موجودين. عادات والتقاليد يعني جار يطعم جاره كذا، هاي موجوده. شو اجواء رمضان بتكون؟ اجواء رمضان جيده جدا وحلوه ولطيفه، والاحترام متبادل به لا يزال موجود، ماكو اختلافات. ايش تتذكر من رمضان سابق من شباب؟ ايه تتذكر؟ شو اتذكر؟ اتذكر هاي رمضان المحيبس وما قالت، وبعد من اوقات احنا راح نبدي. هي الاجواء هسه جيده، وخاصه الجو اعتدل يعني مو ذاك الحار، فشوف العالم جاي تطلع المنتزهات، السوق مليان خير وفرح وسرور، ونسال من الله ان يديمها على امه محمد وعلى هالشعب هذا الطيب، ونسال من جماعتنا من شوي يديروا بالهم على الشعب وندخل بالسياسه وان شاء الله يصافون بيناتهم ويعبروننا الى مرحله غير هالمرحله، وكافي بعد نزاعات بيناتنا، احنا كنا شعب واحد، وشوف الشعب هذا طالع وصايم وفرحان، وان شاء الله هسه على كل ما يعودون قبل رمضان احلى وقبل رمضان، لا ان شاء الله سنه بعد سنه رمضان يكون احسن، والله اكثر شيء نطلع نشيل هاي النافوره نقعد بيها، مرات نروح على سده الكوت، لان نعيد ذكريات السده، لان انا من اهل العزه القديمه اي مسقط راسي من العزه القديمه، فاروح اجتمع هناك عطر وارجع. هي هاي هي تذكرنا بايام طميله قبل يسوونها، يجونا من كنك ابو طميله قبل، مو دمام، كنك يحرقوه بالنار ويزرفوه ويدقون كنك يخلوه هنا برقبهم بيت كاظم الهويد بالعزه، هاي ذكران صغير نطلع وراهم يدقون هم بالتنك. العالم كانت على فتره لا تلفزيون، يمكن بس فوازير يشاهدونه، لو هذا عبوسي، كانت تلفزيونات قليله بذاك الوقت، دنيا بسيطه كانت، ايش تلقى العالم تاكل، الابو يشتغل بس وتقول الحمد لله والشكر. احنا نسال من الله القناعه شويه، هسه حد البشر تقريبا قليله، لان يعني ما حد يقتنع برزقه، ما حد يقول الحمد لله والشكر، كله جيب 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 جيب، فاي الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. العالم ان شاء الله تكون نحو الاحسن ونحو الاحسن ونحو الاحسن، الله كريم. احنا ذاك رمضان هم كنا نقعد هنا، رمضان كنا نقعد العام، والسنه هم قعدنا، وان شاء الله كل سنه وعلى يستر علينا وعليكم.